دلوقتي ده الكونكشن بتاع المضخات هنا، ودي البطاريه. اوكي، وهنا ده دي كل دي المصبات، دي 9 مصبات بتنزل ميه. تمام، انا عملت طبعا ركبت حجر لون الدارك جراي، وعملت برواز من اللون الاسود الابسوليتو، وركبت هنا برضه سيراميك الابسوليتو، وعملت اللون الشمال من الخشبي، اللون الخشبي، ونفس الحكايه اللون الشمال من الخشبي. وعملت المضخه، مكان المضخه هنا نفسها عملت نفس المكان حوض الزرع، هنا برضه هتحط حوض الزرع، وفي حوض تاني هنا حطيت اضاءه ال دي بس لون واحد لونه ازرق لون. طبعا دي اضاءه خاصه بالميه مش باي حاجه تانيه يعني. وده الحوض التاني اهو، شوف الاضاءه بتاعته عشان تنور بالنسبه لدي المصبات. هنا المصبات اهو، دي المصبات مخفية طبعا علشان تطلع بطريقة تنزل ميه بطريقة شيك وشكلها راقي. السلم طبعا غير اللون الخشبي، كل ده تحت الدرج، فاستغليت تحت الدرج على اساس ان يطلع شلال شكل حلو. هنا ده المكان بتاع طبعا، عملت هنا في الارضيه خليت الارض كده، وعملت فتحه علشان تدخل الميه لمكان المضخات. طبعا هنا في مضختين، في مضختين هيركبوا، ادي واحده، ادي واحده اهي والتانيه اهي. اوكي، وهنا الميه هتنزل منه، ده مكان الصرف ودي الاضاءه. اوكي، ده مكان الابسوليتو، هو دلوقتي هشغله. عملت برضه كلادنج للحوائط، وكل الاريا دي اللي هي تحت الدرج استغلتها ان احنا عملنا فيها شلال. الشلال عباره عن 9 مصبات في الجزء العلوي، ومصب كبير في الجزء السفلي، اللي هم 9 مصبات. تسع مصبات، وادي ده المصب الكبير هنا، هنطلع ميه وتصب هنا في الحوض. ده المصب الكبير اهو، ايه حتى الميدان. اوكي، وادي الفول، هديكوا الصورة ليه من بعيد. تحت الدرج دي منطقة حوش داخلية البيت، فقلنا نستغلها ان احنا نديها قاعدة حديقة كده، لسه هتحط الاندسكيب ويتعمل فيها الشلال بالطريقة دي. أرجو ان يكون شغلكم عجبكم، ما كانتش هي الديكور.